على المستشفى عشان الإصابة، رفضوا لحد ما جابوا المحامين وعرفوا إن الموضوع مش هينتهي على خير لو ما قدموش المستشفى، راحوا جايبينه على المستشفى. طبعا هم عشان يفادوا نفسهم من القصة دي راحوا فبركوا محضر بيتهموني فيه بمقاومة السلطات وبإحراز بندقية أهلية بدون ترخيص، وجابوا 2 شهود من العيلة الثانية يستشهدوا بيهم إن أنا كنت معايا بندقية أهلية وكنت بضرب نار وإديتها لواحد تاني خدها ومشي قبل ما تيجي الشرطة، وإن إصابتي قال إيه حصلت أثناء الخناقة، رغم إن هو أصلاً ما كانش فيه اشتباك بين الأطراف كل طرف في بيته وبيضرب النار على بعض، لكن لحد اشتبك مع الحد ولا أصلاً حصل تلاحم بين الطرفين أبداً. فبركوا القصة دي وألفوها ولفبوها واستشهدوا بيه 2 شهود على وعد اللي هم كان مردود عليهم الشهود دول كانوا مردود عليهم في المركز، قولوا كذا واحنا هنخلص بيكم، بدل ما نقول لكم هاتوا كل واحد بندقية، لا ما مش عايزين منكم بنادق بس يشهد الشهادة دي واحنا هنخلص بيكم. طبعا الاثنين اللي استشهدوا بيهم اقروا بالكلام اللي اتقال او الكلام اتكتب وهم مضوا عليه من غير ما يعرفوه، يعني ده 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 اللي حصل. انا اتهمت الشرطة طبعا بالتعدي وبالقول والضرب واحداث الإصابة، واتهمتهم برضه بالمحرر المحضر، اتهمته بالتزوير في المحضر، لأن التزوير هو تغيير الحقيقة، الحقيقة هي اللي هي ما ذكرته، ووردت بأقوال تحقيقات النيابة، أما ما قرره الضابط فهو لا يمثل الحقيقة بأي حال من الأحوال.